صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال. النهارده يوم الاثنين 30 ديسمبر 2019، و4 من جماد الاول 1441. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، والامه الاسلاميه كلها دايما في صحه وسعاده وتسامح. يوم الثلاث بكره ان شاء الله هنودع عام 2019 وهنستقبل عام 2020. يا رب دايما يعود علينا الايام كلها بالصحه والسعاده. طبعا وأول الشهر الهجري 1 جماد أول، برضو كل سنة وحضراتكم بخير وطيبين، والأيام دايما كلها جميلة إن شاء الله. النهاردة مشاهدينا الفقرة الطبية، وهنتكلم فيها عن السمنة الموضوعية. قد إيه السمنة بتسبب لنا أرق وقلق واكتئاب أحيانا، وفي ناس كتيرة جدا متحبش الحياة بسبب السمنة وبسبب كمان شكلها. حبايبي كمان المراهقين اوقات البنوته بتبقاش واثقه في نفسها قوي علشان خاطر تخنها او حاجه زي كده. تعالوا النهارده نعرف مع بعض السمنه الموضوعيه، وتعالوا نعرف كمان النهارده تشخيصها ايه واسبابها مع الدكتور اكرم زيدان، استشاري جراحات التجميل والسمنه والليزر، وزميل الكليه الملكيه لجراحين التجميل، وزميل جامعه اوجسبرج بالمانيا. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوارنا. يا صباح الصحة والخير والجمال. ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم صباح الصحة والجمال، ونرحب بضيفنا العزيز النهارده الدكتور أكرم إسماعيل زيدان، استشاري جراحات التجميل والسمنة والليزر. صباح الخير يا دكتور أكرم، وأهلا بحضرتك. صباح الخير وصباح الصحة والجمال على السادة المشاهدين، وأهلا بحضرتك. كل عام وأنت بخير، عام جديد إن شاء الله، عام 2020 يكون في تقدم دايما ويكون سعيد على المشاهدين كلهم بإذن الله. يا رب إن شاء الله يا دكتور أكرم. طبعا السمنة موضوع كبير جدا يا دكتور أكرم، يعني اوقات ناس كتيره جدا بتحتار، بتبقاش عارفه تعمل ايه او تعمل دايت ايه، او يعني دايما بتسبب حاله اكتئاب، بتسبب حاله يعني عدم ثقه بالنفس حتى في مراحل معينه. نعرف السمنه الاول لمشاهدينا وانواعها ايه. طيب، هو تعريف السمنه بشكل عام ان هو اوفر انتيك او دخول سعرات حرارية أكتر من استهلاك الجسم البشري، بمعنى إن في إنبوت من السعرات وفي أوتبوت من السعرات. السمنة بتكون معادلة دخول الإنبوت بيكون أعلى من الأوتبوت من استهلاك السعرات، ده التعريف بشكل عام، وبالتالي بيزيد الوزن لأن الإكسترا كالوريز دي ما بتتحرقش وبتتراكم في الجسم في صورة دهون. لكن علشان بقى نعرف السمنة سواء سمنة عامة أو سمنة موضعية، لازم نتكلم عن أحدث تقسيم للسمنة. الناس كلها عارفة إن السمنة من حيث الشكل مقسمة إلى سمنة عامة وسمنة موضعية. لكن السمنة من حيث المسبب بتتقسم لإيه بقى؟ لسمنة غذائية وسمنة هرمونية. السمنة الغذائية دي بتنقسم لنوعين، السمنة نتيجة عادات خاطئة مثلا أو تغذية، سمنة كمية، بحيث إن المريض بتاع السمنة الكمية ده بياكل big amount of meals، كميات كبيره من الطعام، لكن low caloric content او محتوى حراري قليل، بتراكم الكميات دي بيزيد وزنه. في نوع تاني من السمنه الغذائيه، سمنه نوعيه، بحيث ان هو بياكل small amount of meals او كميات من الطعام قليله لكن high caloric content او محتواها الحراري عالي، زي البيبسي، زي الشوكليت، زي البيناتس. يعني المياه الغازيه والحاجات دي طبعا احنا حتى بننصح الاطفال يا دكتور اكرم بان هم يحافظوا، ده بيسبب تخن فظيع للاطفال كمان طبعا. يعني تقصد حضرتك هي معادله مربع الطول على وزن الجسم يطلع. أيوة، بس الزياده دي يبقى كده احنا خلاص كده داخلين في بدايه السمنه. تمام، بس احنا عايزين نوضح للساده المشاهدين الانواع، بحيث ان احنا لما نوصل للعلاج يكون المشاهد فاهم هو وصل للعلاج المظبوط ولا لا. السمنه الغذائيه دي قلنا ان هي بتنقسم الى قسمين، سمنه كميه بيكون فيها كميات كبيره من الطعام حتى لو المحتوى الحراري بتاعها قليل،
بتراكم الكميات دي بيحدث زياده في الوزن. مظبوط. في سمنه غذائيه نوعيه نتيجه لان النوعيات دي هاي كالوريك كونتنت، محتواها الحراري عالي وبتراكمها بتؤدي الى زياده الوزن. طيب الفكرة بتاعت التصنيف دي يستفيد منها إيه المشاهد؟ يستفيد منها أن التارجت أوبريشن اللي هو رايح لها هي صح ولا غلط. بمعنى أن بيجي لي كتير جدا بيشنت في العيادة تقول لي إحنا عملنا من 3 شهور أو 4 شهور عمليات جاستريك بالون، عمليات جاستريك بالباس، دخلوا في عمليات كده على طول. أيوة يا دكتور أكرم. أيوة يعني والعمليات دي كمان ما جابتش فايدة، يعني بتكون الشكوى أن أنا عملت جاستريك بالون بقالي 3 شهور أو 4 شهور، النت ريزلت اللي حصلت عليها أو النتيجة اللي أنا خدتها أن أنا خسيت 2 كيلو أو 3 كيلو خلال 4 شهور دي. ليه؟ لأن التشخيص ما كانش مظبوط، البيشنت هيستوري أو التاريخ المرضي للسمنة ما كانش مظبوط. والتاريخ المرضي يا دكتور أكرم أهم حاجة، شيء مهم جدا جدا، هو اللي بيسهل علينا حاجات كتيرة جدا طبعا يعني. طيب تشخيص بقى السمنة، يعني إحنا حطينا السمنة دلوقتي إن هي من أخطر الأمراض برضو، يعني إحنا حطيناها في البند ده لأن التعامل معها بقى شكل صعب، إحنا بنبقاش عارفين إزاي نتعامل كمان مع جسمنا زي ما حضرتك ذكرت برضو، قلت المياه الغازية والأكل والحاجات دي. تمام. تشخيص بقى يا دكتور، التشخيص برضو هيعتمد على بيئة الأسباب ماشية إزاي مع المريض. إحنا قلنا السمنة الغذائية دي كمية ونوعية، في سمنة هرمونية بقى، والسمنة الهرمونية دي في أحدث تقسيم للجمعية الأمريكية لجراحات السمنة والمناظير أدخلت فيها السمنة الموضعية. يعني دايما كانت الناس تتكلم عن أن السمنة الهرمونية دي هي الأمراض اللي بتاعت الغدد الصماء اللي على رأس القائمة بتاعتها نقص إفراز هرمون الثيروكسين بتاع الغدة الدرقية المسمى بالهايبوثيرويدزم، أو زيادة إفراز هرمون الكورتيزول بتاع الغدة الجركلوية المسمى كوشنج سندروم. لكن دلوقتي أدخلوا فكرة السمنة الموضعية كموضوع هرموني تحت السمنة الهرمونية. طيب السمنة أيهما أخطر يا دكتور أكرم يعني؟ طبعا السمنة الموضعية أخطر من السمنة العامة، وده اللي أنا حابب بقى أوضح للسادة المشاهدين إزاي بتتكون السمنة الموضعية دي وإيه علاقتها بالخلل الهرموني. السمنة الموضعية دي بتتكون حتى لو في بني آدم نورمال ما فيهوش أي أمراض، بتتكون من دايرة مغلقة في 3 خطوات. ستيب 1 او الخطوه الاولى حاجه اسمها مقاومه الانسولين او انسولين ريزيستنس. دي بتيجي ازاي؟ الانسان بيبتدي ياكل هاي كالوريز سواء كان شوجري ميلز وجبات سكريه او فاتي ميلز، الهاي كالوريز دي بيقوم البنكرياس برد فعل طبيعي ان هو بيفرز مزيد من الانسولين عشان يوزع الهاي كالوريز دي على خلايا الجسم. يعني هي عادات خاطئة، احنا بناكل مكتسبة، يعني احنا اللي بنضر جسمنا في الآخر، يعني عادات خاطئة في التغذية وفي الأكل وفي الحاجات دي، ده أول سبب. ده أول خطوة في تكوين بيحصل عند حد معين، بتتشبع الخلايا وبتوقف عمل الأنسولين فبتحصل مقاومة الأنسولين أو الأنسولين ريزيستنس. الخطوة الأولى حدثت هتقود بالتالي للخطوة الثانية، لأن دي دايرة مغلقة once started always completed، او وقت ما بدات لابد ان تكتمل. بتكتمل. تمام. الخطوه الثانيه حاجه اسمها ليبتين ريزيستنس او مقاومه هرمون الليبتين نتيجه لمقاومه الانسولين. هرمون الليبتين ده هو الهرمون المسؤول عن الشبع، وفي هرمون في المقابل ليه اسمه جريلين وهو الهرمون المسؤول عن الجوع. دايما البالانس او المعادله الصحيحه ان يكون هرمون الليبتين هو اللي ليه الابر هاند او اليد العليا. بيجي بقى ان نعليه ازاي يا دكتور اكرم؟ ما برضو مشاهدينا مش عارفين الحاجات دي قوي. هو طول ما حضرتك ماشيه في المعادله السليمه والكالوريز انتيك بتاعه الانسان قد الكالوريز اوتبوت، هيفضل الهرمون ده في حاله بالانس. هي الفكرة ان الهرمون ده بيختل عند حدوث مقاومة الانسولين، ويبتدي ان النسيج الدهني يزود نسبة الهرمون ده ويتوقف عمله، فيحصل ليبتين ريزيستنس، وهي الخطوة الثانية من خطوات المنظومة الخلل الهرموني بتاع السمنة الموضعية. طيب وانس حدث الخطوة الثانية بتقود الى الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة هرمون الجريلين بيزيد وهو هرمون الجوع، فيقود الى زياده الكورتيزول لان هو بيعمل ايموشنال ستريس. وطبعا المنظومه دي كمان بتعقد لو كان الانسان في حاله منتال ستريس او ضغط عصبي او الحاله النفسيه عامه بتزود التوتر والقلق، فالانسان ممكن ياكل كتير ويحصل عنده خلل كمان في جسمه، الخلل الهرموني اللي بنتكلم عليه اللي بيقود للسمنه الموضعيه. طيب. اتقفلت الدايره وحصل المقاومه للثلاث هرمونات دول على حسب البادي تايب اللي حصلت فيه المشكله. يعني لو كان
الفيميل بادي تايب او جسم انثوي تحت خضوع الهرمون الانثوي بتترسب الدهون في اللور ابدومن او في البطن السفليه في الجناب في المؤخره وهكذا، وبيعملوا استروجينيك اوبيزيتي او بيرل شيبد اوبيزيتي او سمنه الكمثرى اللي هي السمنه الانثويه الموضعيه. او لو كان ده ميل بادي تايب بيخضع لهرمون الاندروجين وبيتكون الاندروجينيك اوبيزيتي او الابل شيبد اوبيزيتي او السمنه الموضعيه الذكوريه. ممكن تتكون في اي مرحله عمريه من الشخص يا دكتور اكرم؟ ايوه طبعا، يعني هي مش ملهاش سن معين، اي مرحله ممكن تيجي للانسان على طول بتغذيه بتاعته الخاطئه، بالحياه اللايف ستايل اللي احنا عايشينه غلط طبعا، ده بيسبب طبعا حاجات كتيرة جدا وتغيرات في الجسم والنفسية كمان. حضرتك قلت بتأثر قد إيه، بتخلي إن الإنسان أو الشخص إن هو ممكن يأكل كتير أو وزنه بيزيد أكتر يعني. طيب يا دكتور أكرم، هل بقى في طرق، في حلول للمشكلة في حلول دي؟ بس إحنا من اللي إحنا شرحناه في المنظومة الهرمونية اللي اتكلمنا فيها والخلل ده، عايزين نوضح بعض المفاهيم الخاطئة اللي البيشنت بيسمعوها في أماكن وبيجوا يقولوها لي في العيادة. ودي أهم حاجة طبعا، نصحح المعلومات علشان نتنقل للحلول السليمة اللي على أرض عشان الواقع عشان يمشي صح كمان. تمام يعني مظبوط. بيجي بيشنت يقول لي أنا رحت مكان معين قال لي إداني نظام غذائي قال لي هو ده اللي هينزل السمنة الموضعية في البطن أو في الجوانب، ده طبعا ده خداع وتضليل. النقطة الثانية اداني كبسولات وقال لي الكبسولات دي هتشيل السمنه في المكان الموضعي ده على وجه الخصوص، خداع وتضليل. رحت الجيم الترينر قال لي ان هتعمل تمرينات معينه هتشيل المكان ده والدهون اللي فيه، طبعا خداع وتضليل. الابر الموضعيه اللي فيه ناس بتيجي تقول لي رحت مكان معين قال لي هحقن لك ابره او ابرتين في المكان ده هتدوب لك الدهون في هذه المنطقه، طبعا ده خداع وتضليل. وعلى فكره كل الحقن اللي موجوده في الماركت دي حقن تجميليه فكرتها الفينش، بمعنى ان امبور يحتوي على 1 سنتيمتر فات برنر او سنتيمتر واحد من حرق الدهون بيتحقن في فات بوكت مقاسه 1 سنتيمتر، لكن مريض مخزن مثلا في مكان موضعي 10 كيلو دهون هننزل ده كله ازاي بالعقل كده بالزبط. طبعا الحاجات دي طبعا بنحاربها، وكويس ان حضرتك قلتها كلها عشان طبعا احنا بنستسهل. الناس مشكلتها كلها ان هي بتستسهل في بتاخد معلومه من اي مكان، بتستسهل في صحتها، ودي مشكله كبيره جدا. طيب الحلول بقى والعلاج يا دكتور طيب اكرم الاول مهم جدا جدا يعني. طيب الاول ان احنا نشخص هذا المريض تشخيص سليم بان احنا بنعمل له هرمون الاساسي، تحليل هرموني شامل للهرمونات اللي حدث فيها خلل في المسار بتاع الاكشن بتاعها في الجسم، عشان كمان كل مريض بيختلف عن الشخص التاني، فلازم يبقى في التشخيص صح. مظبوط. تمام. فالهرمونات دي سواء كانت الانسولين او الليبتين او الكورتيزول مش بنحلل بس مستواها في الجسم، ولكن السنسيتيفيتي بتاعتها او عوامل الـ العمل بتاعها داخل الجسم. تمام. مجموعه من المينرالز او الاملاح المعدنيه زي البوتاسيوم والمغنيسيوم والبيوتين والكروميوم دي بتتحكم في قفل الدايره المفرغه بتاعه الخلل الهرموني اللي قلنا انه بيكون السمنه الموضعيه. طيب عملنا التشخيص، نيجي للعلاج. اول حاجه في العلاج هي ان انا اصحح مسار الخلل الهرموني اللي تم. ايوه، اشوف جسمي محتاج ايه، اركز مع جسمي بقى يعني، لان كل واحد بيختلف عن التاني، وانت اللي تعرف تعالج نفسك، مش نقلد وخلاص وناخد اي حاجه من اي حد. البيشنت بيبقى جاي مستعجل عايز اشفط الحته دي، عايز اعمل حل موضعي لازاله الحته دي، لكن انا لو مشيت مع كلام البيشنت وشلت له المنطقه دي انا بشيل له العرض النهائي، مش بشيل له المسبب الاولي اللي كون المنطقه. احنا لازم الاول بناء على التحليل الهرموني نكتب له روشته دوائيه تصحح له المسار بتاع الخلل الهرموني الحادث، ومن ثم بالتوازي بنعمل له شفط الدهون، وده اعلى حاجه طبعا موجوده لازاله المنطقه الموضعيه اللي تكون فيها الدهون. احنا في شفط الدهون مرينا بمراحل كتير جدا. بس يا دكتور اكرم، يعني شفط الدهون دي ممكن نلجا ليها اخر مرحله يعني، لان احنا لو نظمنا الغذاء بتاعنا، لو لعبنا رياضه وركزنا في الاماكن اللي مضايقانا، ممكن ده بيسهل شويه يعني. كويس، بس ده هينزل السمنه العامه مش السمنه الموضعيه اللي اتكونت نتيجه خلل هرموني، ده اللي احنا بنوضح الامر بتاعه للساده المشاهدين. السمنه الموضعيه اللي اتكونت نتيجه لمنظومه الدايره المفرغه من الخلل الهرموني اللي وضحناه مش هتنزل بنظام غذائي، مش هتنزل بنظام
حوارق دهون مش هتنزل، لان الرياضه مش هتنزل باي حاجه خالص. هينزل المريض في الوزن من اماكن الجهاز العصبي المركزي سامح بنزولها، لكن المنطقه الهرمونال ديبندنت او المعتمده على الهرمون زي ما احنا شرحنا في دايره الهرمون المغلقه دي مش هتنزل الا اذا عملنا ليها حل موضعي وصححنا الخلل الهرموني الحادث اللي ادى الى الدايره المقفوله بتاعه الخلل الهرموني في المنطقه دي. ما الخلل الهرموني ممكن يجي لنا من الاكل بالظبط. يعني بس فاحنا نظبط بس العمليه الاول. وانس ستارتد اولويز كومبليتد. لما بيحصل الخلل ده المنطقه دي اتكونت. الفكره ان البيشنت بيجي مستعجل عايز يشيل الاثر الاخير، عايز يشيل الدهون اللي اوريدي بريزنت او اللي متكونه في المنطقه الموضعيه. احنا كونناها بقى لنا سنين، يعني عايزين نشيلها كده في غمضه عين على طول. بالظبط، لكن لازم الاول نصحح له المسار الهرموني في الجسم. طيب، في تقنيات كتيره جدا جراحيه وغير جراحيه للمناطق الموضعيه دي. طبعا على راسها شفط الدهون. تمام، علشان يكون بنتكلم كلام رياليستيك وكلام واقعي. طبعا هو موجود على الشاشه دلوقتي الصوره، وحضرتك برضو تشرحها لنا دكتور اكرم، يعني عشان مشاهدينا برضو يبقوا عارفين اكتر. ده البروب بتاع الفيزر او اللايف ساوند، ده بيعمل ترانسميشن لهاي فريكونسي الترا ساوند ويفز او موجات صوتيه عاليه التردد. بتدخل في النسيج الدهني، بتدوبه، بتحوله لاويلي سابستانس او ماده زيتيه، ومن ثم بيتم شفطها. تمام؟ طبعا ده الجيل الرابع من شفط الدهون، احنا مرينا باربع اجيال قبل الجيل ده، كان في تراديشنال لايف سكشن او الشفط الاولي البدائي، ده كان طبعا مشاكله كتير جدا ونتائجه غير مرضيه، بعد كده مرينا بالسكند جينيريشن او الجيل الثاني، كان اسمه فايبريشن اسيستد لايف سكشن، بعد كده الجيل الثالث اللي كان ليزر اسيستد لايف سكشن، كانت نتائجه كويسه ولكن كان بيعمل بيرنينج افكت او حرق نتيجه لقصه الحراره العاليه بتاعه الليزر. بعد كده الجيل الرابع او الفورث جينيريشن اللي الصوره حاليا بنشوفها هي الفيزر لايف سكشن، ده موجات صوتيه عاليه التردد، بيتم في ثلاث خطوات بالظبط الاجراء الجراحي ده، ان احنا بنفتح اوبننج عباره عن 2 ملم في الجسم. الاوبننج دي عن طريقها بنحقن المحاليل، بتعمل اكسبانشن للنسيج الدهني او تمدد علشان يسهل الاذابه بتاعه الدهون، وبعدين بعد ما بنشيل الكانيولا بتاعه الحقن دي بندخل كانيولا بتدوب الدهون، هي اللي بتعمل ترانسميشن للالترا ساوند ويفز، وبتدوب الدهون دي الى اويل سابستانس، وبعدين بندخل الكانيولا بتاعه الشفط. طبعا يا دكتور اكرم، يعني انا كمشاهده دلوقتي طبعا مش هفهم قوي، يعني لان الشرح بيبقى عايز ابسط من كده، بس دي العمليه الاخر حاجه توصلت لها او احنا بقى بننفرد. الطب توصل لها، هل بيحصل مضاعفات دي؟ يعني هل بيحصل اي حاجه للمريض بعد كده، ولا دي امن جراحه، امن حاجه توصلنا لها في السمنه الموضوعيه؟ هو طبعا الجيل الرابع ده هو أأمن حاجة، لأنه بيعتمد على تقنية الهاي فريكونسي الترا ساوند ويفز. بنشوف مشاكل العمليات اللي حصلت قبل كده ونصححها. العمليات اللي حصلت دي كانت التراديشنال لايبوسكشن أو شفط الدهون التقليدي، المشاكل اللي هي شائعة الانتشار اللي بنتكلم عنها زمان، لكن الأدفانس التكنولوجي اللي احنا بنتكلم عنه ده عبارة عن فتحات بسيطة جدا بنعملها في المنطقة المراد شفطها، الموضوع آمن تماما، إجراء جراحي بسيط جدا. بتبقى بنج كلي؟ بتبقى بنج كلي أو بنج موضعي على حسب الحالة وحسب كمية الدهون في المنطقة، يعني لا يشترط إن هي تكون بنج كلي أو بنج موضعي. على حسب كتلة الدهون اللي في الجسم طبعا والفئة العمرية وكل حاجة. طب دكتور أكرم، للأسف الوقت بدأ يجري مع بعض، إحنا أكيد الدهون ليها فايدة في الجسم. أكيد، يعني دلوقتي في ناس بتعمل عمليات أو بتعمل دايت زي ما حضرتك ذكرت وقلت الدايت اللي بناخده من بعض ده بيسبب تعب، أكيد الدهون ليها فايدة برضو، الله سبحانه وتعالى حطها لنا في جسمنا يعني بنستفيد منها، فايدة الدهون في الجسم. طيب، هو طبعا الدهون دي ليها فايدة كبيرة في الجسم لما تكون بنسبة محددة ولما تكون في مناطق محددة، يعني مثلا الدهون الحشوية اللي موجودة عند الأحشاء الداخلية للإنسان دي بتعمل كونها مخدات دهنيه بتسند الاعضاء الداخليه للجسم، لكن اذا زادت الدهون عن حدها هتبقى مضره للجسم البشري، وعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى خالق الخلايا الدهنيه تحت الجلد دي لاستيعاب الاكسترا كالوريز، بحيث ان
في الاول الخلايا الدهنيه دي بتتفتح وتستوعب الدهون الزايده عن حاجه الجسم، لكن فضل الانسان يدخل كالوريز اكتر من احتياجه هتترسب الدهون الزايده على الاعضاء الداخليه، هينشا كبد دهني، هينشا تصلب شرايين، هتنشا امراض القلب كتيره جدا واحنا في غنى عنها طبعا. وحاول ان احنا قبل ما ناكل نفكر هيفيدنا هيضرنا، يعني لازم نفكر شويه. طبعا جسمنا هو الاول والاخير اللي بيدي انطباع للانسان اللي قدامي، ولازم نحافظ طبعا. بشكرك جدا جدا دكتور اكرم، وان شاء الله هي سلسله هنكملها ان شاء الله مع بعض، عشان برضو مشاهدينا يبقوا عارفين احدث التقنيات العلاج السمنه ان شاء الله. طبعا بنشكر الدكتور اكرم اسماعيل زيدان استشاري جراحات التجميل والسمنه والليزر، وزميل الكلية الملكية لجراحين التجميل، وزميل جامعة أوجسبرج بألمانيا. مشاهدينا يا رب تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. أشوفكم إن شاء الله يوم الخميس سنة 2020.